إذا قصر الثقافة مفدي زكريا احتضن صبيحة اليوم اللقاء الوطني لبحث آليات الاستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية. حدثنا عن هذا اللقاء. مساء الخير للجميع. في الحقيقة أن اللقاء الوطني الخاص بآليات الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية يقام تحت إشراف السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة سوريا مولوجي، وبالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وجمعية البنوك وكل الفاعلين في هذا اللقاء. يعني في الحقيقة هو ثمرة كل الجهود والتعاون بين كل الشركاء المعنيين بتحريك آليات الاستثمار، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار سنة 2022 والمراسيم التنفيذية التي صدرت في شهري نوفمبر وديسمبر 2023، والتي ستسمح يعني لتذليل كل العقبات التي تعترض حاملي المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة السينماتوغرافية. وسبق لقطاع وزارة الثقافة والفنون أن منذ 2021 أنه رافق واستقبل ويعني استمع إلى انشغالات الكثير من حاملي المشاريع، وهذا اللقاء يأتي اليوم بشراكة مع كل الفاعلين لتعزيز والعمل على تطبيق هذه المراسيم التنفيذية وتدليلها من الناحية العملية، وخاصة الآن أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي الشريك الأساسي والاستراتيجي في مرافقة المشاريع الاستثمارية بشكل عام وفي مجالات الثقافة بوجه خاص. الآن اليوم كان فرصة لتقديم كل الإضاءات والتوضيحات الخاصة بآلية تنظيم هذه الجوانب القانونية ميدانيا، وكيف يمكن مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع في الميدان. نحن نعرف أن الكثير من حاملي المشاريع في مجال الصناعات السينمائية يسعون منذ سنوات يعني لتنفيذ وتسييد مشاريعهم في الميدان، وكان تعترضهم بعض التعقيدات او المطبات الاداريه والقانونيه، والان نحن في مرحله جديده تتيح لكل هؤلاء من حاملي المشاريع من الذهاب وفق هذا الترسانه القانونيه والتنظيميه والوكاله الجزائريه بمرافقه قطاع وزاره الثقافه والفنون.